يا فهم أحلى راديو، أهلا وسهلا بكم. صباح الورد، صباح النور، صباح الخيرات، الضحكة الحلوة المزيانة. اليوم الاثنين 17 أوت، 7:09 بالضبط على يا فهم أحلى راديو. كل عادة موعدنا يتجدد معاكم ساعتين، إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم. من الاثنين للجمعة هذا هو الموعد اليومي، من 7 لـ9، بداية أسبوع موفقة للجميع. واليوم نبدأ لمحالة بشتر التشكيلة، اشتر التشكيلة متعودين الرباعي الراعي للحوار، هكا نقولوا صباح النور مجدولين. هو ساعات للحوار وساعات كيفاش للاتاك للهجوم. صباح الورد اليوم يرافقوني كل من مجدولين الشيرني وشكيب درويش. يا شكيب مرحبا، صباح الخير، صباح الورد، نهاركم سعيد مبارك. توا الكابتن ويعمل في سبور ونعرفوا العشيه ما ينجمش، يبو با اسيغي لا ماتينال وبعد يعاود يرجع برشا عليه، نفهموا. من لا خوله اش تعمل؟ والله ما نعرف، خوله ذولي مسؤولياتها برشا، ذولي مطلوب عليها الطلب، عليها الطلب شعبيا، عليها الطلب، عليها الطلب. ليه وبعثت لنا مساج على الصباح، ردوا بالكم راهي فايقه، ما تقولوش قاعده راقده ولا بيت تسهر ولا، قالت لك ماشي عندي ميسيون بوندون دو جور. لما حالة السادة المتابعين والمستمعين والمستمعات كما يقول الكابتن، ترجعنا نهار الاربعاء ان شاء الله خوله، والكابتن يرجع لنا غدوه. قالت لك ماشي تشوف كيفاش تتفرج في السلحفات كيفاش قاعده تبيض سبيسيال بوني الكابتن. مسكين اي لا، وعند الحق معلوماتها مش غالطه، مع لانه يظل لي ايام التزاوج هذا بالنسبه لل، والله انت ادرى يا شكيب انا ما نعرفش السلاحف. يلا كالعاده تحيه كبيره لل جنود الخفاء اللي معانا، وفينالمون انفان يرجع لنا خليلو في الاخراج. صباح الورد خليلو. ايه اسمع، مازال لنا راهو جمعتينا مع بعضنا، دونك ماذا بيك تبدا امورك هانيه معانا. في الاعداد اليوم علي عرعود، في تعويض لامين ابو غنجة، ديجيتال وي ام رابح في السيت محمد مرزوقي، وفي المونتاج يسر. جست السمير هكا بطريقة برقية وسريعة، أكيد باش نرجع على تحليل للوضع الوبائي في تونس، والعقد عقد الشراكة مع الناقلة القطرية والنادي الإفريقي برعاية وديع الجريء، وبرشا كلام تقال في المسألة هذه باش نفهم تفاصيل الصفقة هذه وتفاصيل ردود الفعل. وأكيد ما نجمش نبدأ الأسبوع وما نحكيش على اللي صار نهاية الأسبوع المنقضي، وهذا التطبيع، اتفاقية التطبيع الإماراتي مع الاستعمار الصهيوني المستفزة، واللي خلت برشا ردود الفعل تأتي من داخل فلسطين وأيضا من المنطقة العربية. ولو أنك نقول المنطقة العربية مش العباد الكل، فريمون خرجت بيانات واضحة ومواقف واضحة لهذه الاتفاقية أو من هذه الاتفاقية. يلا ملا نوصلوا بكم هكا للسبعة واثناش دقيقة، نشوفوا اللي يهمنا من اللي ما يهمناش. يهمني ما يهمنيش. نبداو كيما عودناكم وكيما نحن مصرين شاك فوا نحكيو على تحيين للوضع الوبائي في بلادنا بالأرقام. وزارة الصحة تعلن في بيان لها البارح لحد أنه إلى حدود البارحة أو إلى حدود يوم السبت تم إجراء 1508 تحليل مخبري، ما بينتها 45 تحليل في إطار متابعة المرضى السابقين، دونك يبلغ بذلك عدد الإصابات 84 إصابة جديدة بالكورونا فيروس. نذكر فقط شنو صار منذ نهاية الأسبوع حتى اليوم. تقريبا الوضع مازال حرج في حمد جابس، تم إرسال مستشفى عسكري ميداني متنقل للولاية، تم إيقاف ومنع الأعراس وكل أوجه الاحتفالات. هذه هي دونك الحصيلة كاملة إذا كان حابين نقوله. خلال نهاية الأسبوع تجاوزت 200 إصابة. مجدولين أكيد يهمني، يهمك برشا، خاطر أونيتمون كتشوف اليوم كيفاش اللي فما بعض المناطق ولات بؤر للفيروس هذايا، وكون هالمسؤولية مسؤولية شخص اللي حكم في عشرات الأشخاص غيان كو خاطر ما احترمش الحجر الصحي، وقول هنا يظهر لي عولنا على الوعي متاع بعض المواطنين. لكن أثبتت التجربة أنه قانون الرد، أنه منطق الردع والقانون والقوة هو اللي يفيد مع بعض الأشخاص. خاطر أنا طب باش نحكي لك، حتى طب في الكيف أنا عديت الويكاند في الكيف، معناها اللي دوكا اللي طلعوا بوزيتيف في الكيف، خاطر فما شخص جاي معناها من بلد أجنبي ما احترمش
باش يبقى معنا البروتوكول الصحي باش يبقى في داره باش يحضر في عرس تو سامبلومون وبدا يعطي في العباد جابس كيف كيف. احنا نشوفوا اليوم توا اللي وصلوا راهو مئات معناها اكثر من 100 حاله مساكن اللي اصابه الطاقم الطبي وشبه طبي. اون فان كونت نعاود نرجع ونقول راي المسؤوليه نتاع الاشخاص هذوما يلزم يتحاسبوا بالقانون. باش نرجع شاكيب درويش لكن نوصل بكم للسبعه وربع وقيت احوال الكياسات نتاعنا مع ألفا في الانفو ترافيك. صباح الورد ألفا. صباح الخير. يلا ناخذوا منك اكثر تفاصيل. صيف 2020 من 7 ل 9 نتاع الصباح اي اف ام 79 على اي اف ام احلى راديو. إيه فما أحلى راديو نوصلوا لسبعة وسبعتاش دقيقة ومواصلين فيهمني ولا مهمنيش شكيب. كنا نحكيو على 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا غيان كو في الويكاند. نصاب بن عليا أيضا مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة تتحدث على اللقاح تقول فور توفروا بالأسواق فإنه وقت اللي توجد زاد يكون ناجع وسليم ويكون تعدى مراحل جميع مراحل الأبحاث السريرية فإنه تونس باش تتزود به. إن شاء الله نكونوا عاملين حسابنا لهذايا لأنه على ما يبدو روسيا هاي بدأت تحل في عقدة اللقاح وإن شاء الله كي يطرح في الأسواق يبدأ عنا عملة صعبة عنا فلوس عنا الدولارات مش نجموا نشريوا الكمية الكافلة تنجم تمنع ما يمكن إنقاذه أو تنقذ ما يمكن إنقاذه. تفضل. لا المشكلة أنه فما ناس كانت تستنى أنه الفاكسان مش يكون فرصة للعالم مش يتضامن فيما بينه وتتحط على ذمة سكان الكرة الأرضية بالمجان لكن يبدو أنه صناديق سيادية كما في روسيا دخلت معنا على الخط بكل ثقلها فما نونجو فينونسيي كبير برشا ناس تتزايد في أثمان اللقاح هذه وتتخاطف فيه. يبدو لي أنه باش يوصل تونس يلزموا برشا فلوس ما عندناش فلوس ما ناش قادرين نأمنوا معناها لكل التوانسة اللقاح هذا يفترض أنه اللي باش يعاوننا على الموضوع هذا مش اللقاح مدى انضباطنا كما كانت تحكي مجدولين راهو الكورونا امتحان لانضباط الشعوب. اليوروغواي من النجاحات الكبيره اللي هي بين الارجنتين وبين البرازيل عملت نجاحات كبيره وتوجها امنه في العالم لانه تقريبا اقل كورونا فيها مناش لانه انضباط اليوروغواينيين هو اللي خلى انه الكورونا اقل. حاجه ثانيه حبيت نقولها انه موضوع التطبيق كان تذكر وقت حديث على ستارت اب وتطبيقه باش تتبع الناس المعنيين بالعزل الذاتي ونشوفوا الحركات والسكنات نتاعهم هذا يظهر معنا يبيعونا في الوهم. فما قصه اخرى جابس والحامه تحديدا المصنع اللي كان هو وراء موضوع الانتشار الكورونا في الحامه مصنع بتاع خياطه فيه قريب 700 عامل ولا عامله. انا ما نفهمش الساعه هذه علاش وزير الصناعه سي صالح بن يوسف ما خرجش توا في المشهد الاعلامي باش يقول لنا اش عمل في موضوع المصانع لانه عندك اليوم في الحامه ولكن عندك مصانع في كل تونس ثم بروتوكول صحي ثم التزام به ثم اجراءات. العنوان الاولاني اليوم في فرنسا هو انه يلزم الماسك تكون اجباريه في المصانع لانه يبدو انه جاوا يحسبوا احصائيا في فرنسا لقاوا انه اغلب البؤر الوبائيه في فرنسا وراها مصانع. سي صالح بن يوسف صحصح يفضلك في قده يفضلك قول لنا مع منا اليوم تلتزم بالبروتوكول الصحي ولا يفضلك سي صالح بن يوسف. هو فقط فيما يخص التطبيق الابليكاسيون هذه زميلنا علي عرعود يقول اللي هي موجوده وموجوده حتى على لي بلاتفورم دو تيليشارجمون ما غير ما نقعد نسمي فيهم انك تنجم تيليشارجيها وتكون التتبع تتبع الحاله بالطريقه هذه. احميني اسمها يفو با كونفوندغ زاد احميني نتاع الخاصه بالعاملات في القطاع الفلاحي بي. لا احميني هذه احميني تابعه وزاره الصحه وسبيسيالمون لمجابهات في خطه مجابهه الكوفيد 19. تفضل. ملاك نذكر في الموجه الاولى في موضوع العزل الذاتي يوصل حتى الامن يجي للدار ويحرص على المعني بالامر باش يلتزم بالعزل الذاتي. زاد وقتها الناس الكل سخونه نقولوا احنا وخايفه وبدات صارت حاله من ولا حاله من التراخي. البروتوكول الصحي موجود لكن كل صاحب مؤسسه مسؤول ساعة المؤسسة متاعه هو كشخص في تنفيذ البروتوكول الصحي. كيف احنا اللي كان ذكروا حتى اللي حكينا بليكا في الأوف على توجيه تهمة القتل العمد إذا كان واحد يتعمل نقل الفيروس حكينا زاد على كونه الإيقافات اللي صارت. فأنا نتصور نيابة العمومية قاعدة تخدم في خدمتها لكن زاد راهو الحالات متاع الانفلات اللي قاعدة سايرة رب الحق حاجة ما راتش العين ديما نقول راه فما حاجات غريبه برشا دونك ما عادش نحكيو على وعي. مجهولين بالنسبه للخدامه انا تقديري ماهيش استشاره قانونيه ولا تحريض قانوني للعمل اراه المؤسسه اللي ما تامنش بروتوكول صحي وما تلتزمش به من الفه الى يائه راه العامل اللي يصاب
بوباء كورونا ولا راهو عنده الحق في مقاضاة صاحب المؤسسة. براهو انت قبيلة في الاوف مش كبير راهو ملاك في الحمل المسؤوليات في الاوف سألتني هو حتى التوانسة توا احنا نقولوا تشجيع السياحة الداخلية لنظرا لانه السياق صعيب برشا على خاطر السياحة او السياح اللي كانوا يتوافدوا على بلادنا ما هماش بالاعداد الكافية على خاطر الوضع حساس. اي تشجع السياحة الداخلية لكن في نفس الوقت وقت اللي تمشي في كان تخرج من تونس العاصمة وتمشي المناطق الساحلية ولا تمشي للوتلة راهو تشوف العباد مكتسة على بعضها يا شكيب ما ثم حتى أدنى معيار لاحترام الإجراءات هذية حتى أما تباعد جسدي نحكي عليه ما ثمش جملة ما ثمش العباد ممكن بتات بخفوا بعض العملاء في الليزاندروا هذوما هما اللي تلقاهم مت يعني كيفاش نقولوا محترمين الاجراءات هذه لكن لو غاست نو لا ما تنساش وعائلات بصغار راه رد بالك الارغيومون اللي نحن نبيعوا به في الوجهه التونسيه انه وجهه امنه اكزاكتومون غدويك لو نولوا بلاك ليستي وانه وجهه معناها ماشي امنه وموجه عاليه خرجت على السيطره لا ثم سياحه ولهم يحزنون. نرجعوا للضجه الكبيره يوم امس بسبب العقد بين شكون بين النادي الافريقي والناقله القطريه وين يأكد رئيس نادي الأفريقي عبد السلام اليونسي أنه وديع الجري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم هو مهندس الصفقة اللي أمضى بموجبها النادي الأفريقي عقد رعاية مع الناقلة الجوية القطرية نحكي هوني على عقد الاستشهار اللي باش يمتد على 4 سنوات وبقيمة مالية تقارب 24 مليار بأنه كاسة النادي الأفريقي يقول عبد السلام اليونسي باش تغنم قرابة 12 مليون دينار قبل موفى شهر جانفي 2021 بعنوان قسط أول ستخصص لخلاص ديون وملف نزاعات النادي الأفريقي. وهني برشا ردود أفعال بعد الحديث على عقد الشراكة هذه مثلا تدويلة لبرهان بسيس يقول حول عقد الاستشهار بين النادي الأفريقي والخطوط القطرية حقيقة مؤكدة لا يرقى إليها شك لا علاقة لا للنهضة ولا للغنوشي بالأمر. تنفسر لكم بعد علاش جبدة النهضة والغنوشي من جلب هذا العقد لفائدة النادي الأفريقي ما عندهم حتى علاقة أو من جلب العقد ذي هو وديع الجري رئيس الجامعة المسائعي بدأت منذ أكثر من 3 أشهر ومن يريد تفاصيل سنعرض ذلك لاحقا. وفي الأثناء السادة يوسف العلمي وهشام الضيب وطبعا عبد السلام اليونسي ينجموا يوضحوا لكم أكثر. وتدوينا دخلوا حتى السياسيين هوني سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرم يقول الخطوط القطرية أفضل وأقوى شركة طيران في العالم تنقذ النادي الإفريقي من أزمته المالية غير المسبوقة بإبرام عقد استشهار بقيمة تتجاوز 24 مليار على 4 سنوات. أحر التهاني لأصدقاء كلوبيسية ومن حسن حظكم وحظ النادي الإفريقي أنه العقد تم إبرامه خلال العطلة الصيفية وزيد الجمعيات الرياضية ليس فيها نقابات ومعهم أحزاب وإعلام الحقد الأيديولوجي هكا توصيفه كان في عطلة ولا راهو اتحاد الشغل وزغرته منجي الراحوي ولطفي العماري ومايا القصوري به يسوقوها بأنها استعمار قطري وأنه إفلاس الإفريقي أفضل من إبرام هذه الصفقة وراهم في جمعة قصف فسدولكم أهم صفقة استشهار في تاريخ الكرة كرة القدم التونسية. علاش تحكي على السياسة بون تحكي على أنه النهضة هي الوسيط مع شركة الخطوط القطرية بحكم قرب العلاقات بين النهضة وقطر دخلت برشا ريحة السياسة في المسألة هذية ما فهمتش أنا كل شيء ولا دخلة في السياسة مش نرمون نفرح وكي نشوفوا عقد شراكة مع عقد ضخم حبيت وتاريخي كي نقول الخطوط الجوية القطرية راهي عندها عقود مع عدة نوادي عالمية تعرف اسمها عرفتك الجمهور اللي يغني عنا ودي عنا صراحة خسرناك رئيس حكومة الرجل تذكر مرشحوه وقت بشكل رئيس حكومة تحية تونس رشحوه تحية تونس بصراحة الشخص ذا اللي قادر يدخل على صفقات كي من هكا ويعبي الموارد تونس في حاجة ليه في الضيقة هذه باش سي وديع الجري معناها حط زويل كله الكرنيد ادريس نتاعه ويعبينا الموارد يمكن خرجنا نمو ايجابي. شنو هي المشكلة وقت اللي يجيك عقد بهذه الأهمية اي شنو المشكلة؟ هو شوف هو السياسة في بلادنا ما تغيب على طعام كل شيء يتسيس ولكن زاد كي باش تقول لي أحزاب ما نعرفش علاش
تم الحديث فقط لا غير على حركة النهضة. مثلا نعرف وديع الجريء اللي هو عراب صفقة على ما يتقال طرف سي برهان بسيس ومصدر مؤكد برهان بسيس. اي لا ما قلتش لا ما طعنتش في مصادر. اما زاد وديع الجري مش كان وجه رياضي كهو رناه السيدي دز معنا في حملة يوسف الشاهد وتحية تونس اقترحوا رئيس حكومة معنا نجم يكون زاد يوسف الشاهد على خط هالصفقة هذية وهالعقد الاستشارة ذا كيما نجم يكون زاد الغنوجي. ما نعرفش انا بنتيجة اذا اليوم عندنا احزاب تحط صداقاتها وعلاقاتها باش تمنع أندية وباش تعبي موارد الأندية ولا البلاد دون ما تكون ثم اشتراطات تمس ولا تخدش ولا تجرح معناها سيادتنا وتخلينا فرطوا في حاجات سيادية. علاش لا؟ كانت تذكر مؤتمر الاستثمار فان فان مثلا نتذكر أنه كل الأحزاب والشخصيات حطت علاقاتها على ذمة الدولة التونسية وعلى ذمة استحقاقات تونسية في ربط العلاقات مع برشا دول. النهضة نتذكر وقت الغنوشي مشاف وديعة من الودائع طالبين وديعة قطري طالبين تأجيل معناها سدادها مش هالغنوشي وقتها مش يحكي مع القطريين وتم معناها التأجيل سدد. فما ناس مشات الإماراتيين مش حدث معه أنه ناس تمشي وأنه تعبئ موارد. المشكلة فين هو أنه في المقابل شنو هو الثمن؟ ما يلزمش يكون ثمن سيادتنا وكذا. اليوم الكلوب واحد يهنيها ان شاء الله تقلع مع العقد ان شاء الله يا رب. بصراحه الفلوس اللي تحطت بتاع شامبيونز ليج زاد ما يلزمش بتاع انتصارات بسيطه مالها معنى. تقولي بعد الناس هذه حطت استثمارات مش لسواد عيني الكلوب. الاستثمارات في كل العالم لو واحد يحط مليم لله ما ثم حد يصطاد ربي. اذا تكون انت مفاوض جيد يكون الثمن مش باهظ وعلى حساب السياده التونسيه. مجدولين وزيره الشباب والرياضه السابقه خلينا ناخذ رايك في المساله هذه. العقود هذه اللي مهمه كي نشوفوا دي مونتون كيما هكا نقولوا ما تنجم كان تكون حاجه ايجابيه للنادي الافريقي وبارك الله وفي اللي دخل وعمل وسطات واستعمل علاقاته باش ربما يجيب مثل هذه العقود. لكن شنو المشكل؟ علاش ريحة السياسة دخلت؟ أنا ديما نقول اللي يشد جمعية يلزم يشمر على ذريعاته ويعرف يجيب له فلوس، خاطر هذا المبدأ تاع الفصل بين السياسة والرياضة. ساعة تهنينا للنادي الإفريقي خاطر نحب ولا نكره اليوم الكونترا هذايا اللي تعمل راو باش يكون المتنفس للنادي الإفريقي. واليوم كي تحكي على الخطوط الجوية القطرية تحكي على البرسا بي اس جي روما عنا كيف بايرن مونيخ اللي عملوا كونترا مع مطار حمد في الدوحة معناها باش ما نسيسوش الأمور خاصة. لكن أنا شنو اللي قلقني طول هنا؟ اللي قلق هو الجدال اللي صار هو بالأساس حول تداخل السياسة في الشأن الرياضي خاصة أنه عنا سوابق. كنقولوا عنا سوابق عنا سوبر كوب اللي زعمت لعبت بين ترجي ونادي البنزرتي في قطر واللي صارت عليها التو فضيحة ما نعرفوش شنو واللي أنتخوت قالوا علاش قطر. نتذكروا تصريحات نبيل معلول وقت اللي المنتخب الوطني ترشح للكوب دي موند أول حاجة تصريح عملوا لا بد من فك الحصار على قطر لقوا أنت في الأراضي التونسية وأنت مع المنتخب الوطني التونسي. عندنا كيف كما قال شكيب تويكا رئيس الجامعه اللي ريناه في حمله انتخابيه. انا الحقيقه اللي قلقني ولهذا كان موجود في الغابور اللي عملته اوفيسيالمون اللي قلقني كونه اليوم اذا كان الجامعه باش تولي قنطره سياسيه انا قلقني لكن هذا كيف انا نحب نعطي ملاحظه ان شاء الله نفس الجهود نلقوها مع الجمعيات الاخرى اللي غيالمون اليوم قاعده تطيح غير كو خاطر ما عندوش باش يخلص معناها الملاعبيه نتاعو. بالخبر هذا نوصلوا 37 دقيقه وقيت اي اف ام اكسبريس مع سلمى هلال اللي رجعت لنا بعد عطله مش مطوله لا محاله جمعتين من زمان. المهم رجعت لنا في فور مسائل. مصباح النور. مرحبا صباح النور. يلا الكلمه اللي كاتينا الاخبار اليوم. انتم تسمعوا في لو سيت اوف من 7 ل 9 تاع الصباح على اي اف ام احلى راديو. 37 دقيقة على اي اف ام احلى راديو. نذكركم اللي انتم واصلين معنا في ساعتنا الاولى في السيت نوف وتنجموا تبعونا على نوتر باج فيسبوك راديو اي اف ام كما تنجموا تفرجوا فينا على المباشر سور نوتر شان يوتيوب اي اف ام تي في. وصلنا لهمني ولا ما يهمنيش ونكون حكينا برشا على اللي تكرموا على اللي حضروا في عيد المرأة في قصر كارتاج ومن بعد تجي المواقف ثم الاستاء من عدم وجود شخصيات بعينها كما الدكتورة نصاف بن علي. الناس انزعجت أنا شخصيا انزعجت لأني ما شفتهاش والعمل الجبار اللي قامت به المرأة وصلت H24 وهي بعيدة على عائلتها ريان كو لتأدية الواجب متاعها اللي هو صحيح واجب لكن في نفس الوقت برشا تضحيات قامت به وحتى على حساب صحتها في وقت من الأوقات نذكر أنا وقت اللي كنت في التلي ساعات ناخذ
تاخذها في المباشر راهي توصل ما ترقدش ما ترقدش جمله. هوني عائله الفنانه الكبيره سعاد محاسن بالتحديد ولدها الممثل والمخرج محمد علي النهدي ينتقد رئيس الجمهوريه قيس سعيد بسبب عدم تكريم والدته الفنانه سعاد محاسن في عيد المراه، خاصه انها كانت من الفنانات المناضلات يقول هو من اجل الفن التونسي الاصيل. نذكروا اللي هي زادت تعاني منذ فتره، ان شاء الله نتمنوا لها الصحه والسلامه والايام الطيبه يا ربي، تعاني من مرض الزهايمر وبدأت في الآونة الأخيرة عندها دي بروبليم دو سونتي. هما زادة تكلموا بعد ما شافوا زيارة رئيس الجمهورية للمناضلة راضية النصراوي وأيضا للفنانة دالندا عبدو على فراش المرض. يهمكم ولا ما يهمكمش الأخبار هذه؟ يهمنا. فنانة كبيرة نورمالمون زادة صحيح ما تتنساش في يوم كيف معك. لا برشا ناس تنساو. طب تجب زادة أتيتر بوستوم شو اسمها جيزيل حليمي مثلا اللي ابنتها معناها وزيرة الثقافة معناها سيدة عظيمة تونسية على فرنساوية ومعروفة نضالها في مهم معناها حقوق المرأة. شوف أنا اللي قلقني برشا في التكريم هذا مرة وقت الشيخ عبد الفتاح مورو قال شيء يمكن ما انتبهتلوش الناس برشا، أنا وقتها ما عطيتوش التقدير اللي يلزم، بعد فهمت وقتها قال في البرنامج متاعي فما حاجة اسمها تسبيب منح الأوسمة، تسبيبها لا موتيفاسيون يلزم يفترض انه باش تعطاه وسام قولوا علاش تعطاه وسام لفلان، ويفترض كان يصير انه وناس باش تتعدى باش تاخذ اوسمه التقديم يصير يقول راه فلان تاخذ منح الوسام هذا على خلفيه كيت وكيت 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 وكيت، هذا ما ثماش معناه انا توا فما ناس خايف لا نظلمها استاذ سبار مثلا تم توسيمها وارد المراه عملت حاجه استثنائيه ما نعرفش شنو هي بالضبط شكون يعرف استاذ سبار هذيك اللي خذت وسام علاش خذت الوسام، كان يفترض راه فما ناس عندها تحظ اون جوستيفيكاسيون منظمه تقول راه السيده هذه اعطيناها الوسام للاسباب التاليه للانجازات التاليه لانه عملت شيء استثنائي نبيها كراولي مع على راسي وعيني نبيها كراولي وفضلها وفنها وصوتها وخامتها وخانتها وقماشها واللي تحب تعرفش علاش تعطاها نبيها كراولي دون غيره وسام، فماش حد يقول لنا هذاك علاش انا مهم انه يتم تسبيب منح الاوسمه، دون هذاك باش يصير برشا لغط باش يقول علاش فلان علاش مشان؟ هذا يدخل في الخطة الاتصالية ككل بالنسبة لرئاسة الجمهورية، هو كي نشوفوا بعض الأسماء منتمية إلى بعض القطاعات نفهموهما يكون تكريم لجميع القطاعات على الأقل ناس ممثلين الميادين هذية ولمجالات تخصصهم، لكن كما قال شكيب ما نعرفوش علاش هذيك الشخصية بالذات ومش شخصية واحدة أخرى. بلا سؤال سامحني لو تسمح مجرين حكاية خاطر سيدة، طب مثلا أنت تجي الوكيلة الأولى للرئيسة الأولى لمحكمة السناف تعطيها وسام وارد المرأة عملت شيء استثنائي أنا ما نعرفوش هل لأنه مرأة وصلت للخطة هذيك عندنا مرأة هي الرئيسة الأولى لمحكمة السناف تونس في تاريخ تونس من السبعة القضاة الكبار أول مرة في تاريخ تونس عندنا قاضي من السبعة الكبار عندك حاجة أخرى اللي أساءت السجنان وسجنان على أعصابها وقل بالموضوع اللي صار فخار سجنان ومندراك حرفيات الفخار في سجنان اللي خلاو تونس على لائحة اليونسكو ولينا نبيعوا في الوجهة التونسية بلائحة اليونسكو والتراث الأمد وينو فخار سجنان من التكريم هذا شنو هو التكريم حاجة رمزية لكن شنو اللي يحكم فيه الأكتواليتي اللي نورمالمون احنا كل عام فما التكريم لكن كل عام ثم احداث تفرض روحها تو كيف ما حكيت انت دكتوره نصاف بن عليا فرضت روحها معناها انت كل يوم اجماع 2020 من الغضب هذايا في في مكافحه الجائحه عندنا كيف كيف نحكيو اليوم على سعاد محاسن علاش نحكيو عليها خاطر المرض وربي يشفيها ان شاء الله واللي العباد الكل تتبع ونشوفوا فيها اللي اون كونتر بارتي سعاد محاسن عندها كارير مينيموم 48 سنه ما بين غناء وتمثيل ومسرح راهي اكثر من 100 غنايه من التراث مسحت عليهم الغبره جو دي بيان مسحت عليهم الغبره معناها نفس الشيء انا جوري بيان ايميرا فما ان مينيموم نتاع معناها دي روبير دي ريفيرونس خاطر شوف انا مش ناخذ منك الكواليس بتات انت على درايه كنت شويه داخل هكا تعرف عندك اخبار قصر قرطاج وكل في مناسبات كيما هكا لا سيما عيد المراه ونعرف اللي انت تعدى وقت اللي انت كنت وزيره تعدى وقت يطلبوا مقترحات من الوزارات اي فوالا كيفاش يصير فوالا يطلبوا مقترحات من الوزارات مع كل مقترح يتم يعني اللي التفسير كي شرح اسباب فوالا علاش اخترت هذايا اللي بارفوا اللي نكرموا مثلا انسان عدى كارير 40 سنه في الاداره من غير ما ياخذ حتى كونجي من غير ما جاب لك حتى سيرتيفيكا ميديكال اللي خدم بالحق خدم وقته كلها معناها هذوك على بالك وزارتك شكون رشحت مجدولين
احنا شوف لدارة بنساها ورجالها الساعة خلينا نبدأ واضحين خاطر احنا تو نحكيو على عيد المرأة لأنه زادة ثم الوسام في عيد الشغل وبرشا حاجات أخرين لكن أنا ديما نرجع ونقول راهو هذا التكريم حاجة رمزية راهو كل عبد أنا نتصور فما برشا عباد عطات لتونس وعمرها في حياتها ما كرمها حتى حد فما عباد ترفض التكريم فما عباد ترفض التكريم خليني في الفيدباك كي يبدأ عندك راحة البال أنا نتصور أكثر حاجة اللي العبد أحسن وسام يبدأ عنده كيبدأ ضميره مرتاح تو سامبلومون باهي موضوع آخر مثير للجدل مش في تونس فقط في المنطقة العربية ككل يوم الخميس كان استثنائي في منطقة الشرق الأوسط وأيضا في المنطقة العربية تقولوا لي علاش بسبب الاتفاقية المفاجئة اللي ترسخ تطبيع بين دولة الإمارات والكيان الصهيوني برعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا التطبيع خلى برشا مواقف تجي من عدة دول لا سيما الأحزاب السياسية باش ناخذ اكزامبل بعض المواقف التونسية ولو أنه إلى حد الآن ما شفناش موقف رسمي تونسي من هذا التطبيع حركة النهضة مثلا تدين الاتفاقية وتدين التطبيع الإماراتي مع الاستعمار الصهيوني وتدعو الدبلوماسية التونسية إلى اتخاذ موقف وتعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني حزب الوطد الموحد في بيان ليه أيضا يعلق ويعتبر إعلان ما يسمى باتفاق السلام بين الإمارات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمباركة من مصر يعتبر صفحة جديدة من صفحات الخيانة للوطن العربي ويدعو إلى استدعاء السفير الإماراتي في تونس وأيضا حركة الشعب في بيان مطول لها تدين هذا الاتفاق تدين حكام الإمارات وكل الحكام العرب المرحبين بالتطبيع مع العدو الصهيوني وتأمرهم على القضية المصيرية وتدعو أبناء الشعب العربي إلى والقوى الحية في كل قطر عربي إلى التصدي لكل مظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني بكل الوسائل المتاحة أيضا الاتحاد العام التونسي للشغل أدان بشدة هذا الاتفاق وهيئته الإدارية تدعو الحكومة التونسية إلى التنديد بهذه الخيانة التي اعتبرها خيانة عظمى يقول قايل شكيب تداعيات الاتفاقية هذية على القضية الفلسطينية دو ان اي دو دو على الوضع ككل في المنطقة العربية اللي هو ديجا في حالة غليان يهمنا أنا ما سألتكمش لا يهمكم لا يهمكمش اتنهد شكي أي أكيد يهمني البوصلة متاعنا هي فلسطين ومقدساتها وتحريرها هذيك البوصلة التونسية خلينا نتذكر بعد الثورة فما ناس رفعت شعار زاد الشعب يريد تحرير فلسطين أنا للصراحة لا أنتظر من السيد قيس سعيد ولا كما يقول صافي سعيد ولا شيء معنا في موضوع أنه مش يندد ولا ينتقد ولا حتى يدعو إلى جلسة للجامعة العربية جلسة استثنائية علي شكيب مش هو نفس الرئيس في الحملة الانتخابية اللي في كل ظهور إعلامي ليه القضية الفلسطينية على سلم أولويات وسلم حديثه أولوية الأولويات لكن في الحملة وكان أنا متحامل عليه أخوي يكذبني ويخرج موقف على الأقل دعوة للجامعة العربية لأنه الرئيس اللي يمشي لسلطنة عمان بعد ما حط نتنياهو فيها رجله قال شنو بشي عزيهم في وفاة قابوس وقتها هذا متجب تكون كان خطوة تطبيعية اليوم تعرف الأمريكان انتخاباتهم وقتاش ملك في نوفمبر هذا تعرف استطلاعات الرأي تسبق بايدن على عنده مشكلة كبيرة تو في استطلاعات الرأي سي ترامب على خلفية أنه الظروف الاقتصادية وعلى خلفية أنه تعطيه مع الكوفيد كان معنا خذ الأمر بخفة كبيرة وممكن تو الأمريكان يدفعوا في فاتورة متاعهم من حياتهم وصحتهم وتعرف اللي اليوم الإمارات تحب عهدة ثانية لترامب هذا من أجل ترامب أن تكون عنده عهدة ثانية تعطيه حاجة كي من هكا على طبق ودون حتى ثمن ترامب اللي برنامجه الانتخابي سمحني شكيب مبني على وقائم على حماية المصالح الصهيونية بدرجة أولى الرجل نقل السفارة الأمريكية اليوم موجودة في القدس الرجل زكى وبيض عملية ضم الجولان ما نحكيه على ضم الجولان وفي المقابرة ويحكيه على التعليق وبرة ولو أنه اللي حبيته قوله فضلا على أنه مطلوب من الإماراتيين عهدة ثانية لترامب زاد من أجل عيون صديقهم العزيز والغالي اللي هو جاريد كوشنير اللي هو صهيوني يهودي صهيوني ومن أجل خاصة قد وعيون وتغنيجة
إيفانكا وما أدراك ما إيفانكا، كي تمشي وتجي قدام أمراء وملوك الخليج ناس صحة على التفريط مش في المقدسات، تفريط في كل أراضينا وفي كل عواصم. أنا يرحمك يا نزار يا قباني عمل قصيدة شو يقول فيها كلمتين لو تسمح، عنوانها المهرولون. شو يقول فيها؟ يقول سقطت آخر جدران الحياة وفرحنا ورقصنا وتباركنا بتوقيع سلام الجبناء، لم يعد يرعبنا شيء ولا يخجلنا شيء، فقد يبست فينا عروق الكبرياء. تو سامبلومون مازلنا مواصلين في الموضوع هذايا لانه النقاش فيه نعرف طويل، لكن مهم جدا العوده ليه، مهم جدا حتى نتسائلوا وسؤال مشروع، اين الموقف التونسي واين موقف الدبلوماسيه التونسيه ايضا من هذا الملف الشائك ومن هذه الاتفاقيه اللي مفاجاه لكن ايضا تثير الاستفزاز. هذا كل نرجع له بعد شويه، لكن قبل ذلك نوصلوا ل 47 دقيقه وقايه لفوت خفيك مع ألفا. EFM 7-9 من 2 للجمعة من 7 ل 9 متاع الصباح على EFM أحلى راديو. EFM أحلى راديو 57 دقيقة مواصلين معكم في ساعتنا الأولى من 7-9 مع مجدولين شيرني وشكيف درويش. كابتن يرجع لنا غدوة إن شاء الله، وخولة ترجع لنا بعد غدوة. خولة ماخذة وحدها كيك، عطات روحها عطلة وأمورها واضحة. باهي يا خولة تنتفهموا كي ترجع. كنا نحكيو على مسألة الاتفاق بين اللي أعلن عليه أو تم الإعلان عليه يوم الخميس حول توصل إسرائيل والإمارات إلى اتفاق لإقامة علاقات رسمية ما بيناتهم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف الاتفاق هذا بأنه نجاح تاريخي، ويقول أنه إسرائيل وافقت في المقابل على تعليق خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وذكروا اللي حتى الآن لا تقيم إسرائيل أي علاقات دبلوماسية مع دول الخليج العربي. إيش قولك في هذا الكل مجدولي؟ يهمني ويهمني ويهمني برشا زادة، خاطر شو الأغلبية تدين ونفس الأغلبية هذه محترفة في التطبيع. معناها عنا لهنا لغة خشبية. أنا قبل ما نحكي على الإمارات خلت لها وساعة برواحنا، مليش نحكي قبل الثورة، احنا ما عملنا ثورة قلنا من الشعارات الشعب يريد تحرير فلسطين absolutely. ومعظم الأحزاب ولت مؤتمراتها شعارها القضية الفلسطينية. هاي نبداو يا سيدي، خطر الواقع بعيد كل البعد على القضية الفلسطينية، الجميع يغازل القضية الفلسطينية. أول حاجة باش نبدأ الساعة فما تصويرة وقتها ريناها في الانترنت اللي هي المؤتمر الإثراء المستقبل الاقتصادي اللي صار في قطر عنده عامين بخاتيكما، ورينا تصويرة نشرها نائب إسرائيلي وكان بجنبه رفيق عبد السلام. وقتها خرج سي عماد حمل الخميري نطق رسمي وقال لي بوم في بالوش بالتصوير وفي بالوش بإسرائيل باش تشارك. ألقوا هي من بين الأهداف نتاع المؤتمر هذا تعزيز التعاون المشترك بين إسرائيل والعالم العربي. كيف كيف احنا 2014 2012 2014 2018 تم رفض ادراج تجريم التطبيع في الدستور، وحتى القوانين اللي عملوها النواب قاعده في الرفوف. وروانت بونتيز اللي رفضوا راه من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، راه مانيش نحكي طول هنا على حركه النهضه فقط، نحكي على برشا النواب من العائله الوسطيه ومن اليساريين اللي قالك احنا يا سيدي لا ما نعملوش في الطوقه في الدستور، يعني الفصل 27 جو كوا تجريم التطبيع، لكن خلينا نحكيو بليتو قانون لتجريم التطبيع. لنا تو كونتر بارتي شفما رينا عرض ميشيل بوجناح في كارتاج. طب ما باش نحكيو الواقع التونسي، حضور النائبة إيمان بن محمد في الجمعية البرلمانية المتوسطية اللي تشارك فيها إسرائيل، درصاف حمداني الفنانة الكبيرة متاعنا اللي مازال كي تم تكريمها في 2019 عملت حفلة غاديكا. عندنا كيف كيف الصورة الشهيرة اللي عليها رايد وراشد الغنوش وحماد جبالي مع جون ماكين، والكلنا نعرفه كونه هو أكبر مدافعين على المصالح الإسرائيلية. هذه سيتي اون 2012. تصريح راشد الغنوشي غاديكا كي قال لا مشكلة لحركة النهضة مع إسرائيل. الرياضة ما نمشيوش بعيد، التنس عام ونص التالي وقت اللي دخلوا لهنا ولعبوا، أنس جابر وقت اللي باغ أوبليغاسيون لعبت والحمد لله ربحنا. لناش نقول أنا، نقول راه المبادئ لا تتجزأ. ياب الرسمي إذا كان نحكيو على تجريم تطبيع وتلتزم وقت الدولة التونسية، لكن لأن شنو اللي موجود ان كونتر بارتي؟ فما بيانات منظمة التجارة الدولية والأمم المتحدة اللي تأكد على كانوا العلاقة بين تونس والكيان الصهيوني تتجاوز البروتوكولات الدبلوماسية. لأن نحب نحكي على حادثة أنا شخصيا اللي كي كنت وزيرة شؤون الشباب والرياضة عشتها. علاش؟ لأن راني نحكي على الجرأة في اتخاذ القرارات وكون وقت اللي تكون سيادة الدولة حاضرة. لأنه نذكر احنا وقتها سي قيس سعيد صدع مدام سونيا بالشيخ، لأنه ما في بالهم شكون عندهم لهنا
يعني لاعبي تنس جاو من اسرائيل يلعبوا وعملوا ضجه كبيره. علاقه في التايكواندو انا عارف باش نحكي تويكا. احنا وقتها بطوله العالم للتايكواندو كنا واضحين القرار السيادي وقتها والسياسي كان لا ما يشاركوش، وقمنا بتنفيذ هذا القرار بيان سور بالتنسيق مع وزاره الداخليه. وكان نذكروا زاد وقتها فما جمعيه قدمت قضيه استعجاليه والقضاء قال لي ما يدخلوش لهنا. انا شنو اللي حبيت نقول؟ حبيت نقول بربي يزيهم اللغه الخشبيه، راهو تجريم التطبيع عندكم قانون عنده تويكا فوق من 6 سنين اللي انفضوا عليها كالغبره ويا ابيض يا اكحل. نمشيو لخبر اخر. وتتفكروا الجمعه اللي فاتت كنا حكينا على نتائج صبر الاراء الاخير اللي قامت به مؤسسه سيغما كونسيل لحسن الزرقوني وايضا جريده المغرب. زهير المغزاوي على اثر ذلك يصف الزرقوني على حد قوله بالغبي والوهم. علاش يشكك؟ لانه يشكك في مصداقيه صبر الاراء الاخير لمؤسسه سيغما كونسيل اللي يديرها حسن الزرقوني اللي تصدر فيه الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية بفارق كبير على منافسيه. وأشار المغزاوي إلى أنه نتائج صبر الآراء هذية كانت موجهة ولا تعكس الواقع، ويقول مرة أخرى يحاول الزرقوني صناعة الرأي العام بالضبط نفس ما فعله مع نداء تونس. غباء الرجل وفق تعبيره في وهمه بإمكانية إعادة التجربة. يهمك ولا ما يهمك شكيب؟ يهمني أكيد. يهمني. علاش يهمك؟ يهمني بقطع نظر على أني نعرف حسن زرقوني. أما حتى اللي قالوا حسن ما نجم تتفق ولا تختلف معاه، ولكن يبدو أنه استطلاعات أخرى لتوندونس تعطي للدستور الحر ما نوع من الأسبقية، ولا أقل المرتبة الأولى ولا المرتبة الثانية. في كل الأحوال بعد على حاجة اسمها حركة شعب والتيار وغيره. لكن يبدو أنه صدمة زهير المغزاوي خليته يقول اللي قاله، لأنه ما توقعش أنه اللي يعمل فيه اليوم الشعب عموما وبعض من التياريين هذا وشدان الصف وراء عبير موسي ما تنساش، واستعمال واستعارة المصطلحات ومعجب معناها عبير موسي، هذا يخلي الكل ما يستفيدش هو منه كشعب، أما ذا يخليه هو قاعد يصنع في ربيع عبير موسي. كشهيلي يا سي زهير المغزاوي راك مع الطيب العبير موسي. اش قولك مجدولين؟ يهمك ولا ما يهمكش في تصريحات زهير المغزاوي؟ شو يهمني سي زهير المغزاوي، نحترمه ونقدره برشا، لكن الحقيقة فما بعض العبارات اللي تمنيت كونه ما يستعملهاش. خاطر لهنا وقت اللي نحكيه على شركات صبر الآراء سيغما كونسي، خلي نحكي على سيغما كونسي، أثبتت بالتجربة في عدة محطات انتخابية أنه أرقام عمرها ما كانت بعيدة على الواقع بالتجربة جودي بيان. اليوم مثالش خلينا نهبطوا للشارع ونشوفوا المواطن وين ماشي، لأنه الأرقام ماهيش بعيدة راهي على الواقع وعلى الشارع التونسي. هذا الواقع متاعنا باهي ولا خايب هذيك حاجة أخرى. هذا الواقع متاعنا اللي المفروض برشا أحزاب تراجع روحها، تراجع مواقفها، وأكثر من هكا اللي حتى تراجع سياساتها، وما نخليوش ديما عبير موسي هي، عرفت اللي ولات عبير موسي الهاجس نتاع جميع الاحزاب. لا وانا لو تسمح ملاك جوست، انا زهير المغزاوي ماذا بيقرا على خيبه وفشل الثورات الملونه في اوروبا الشرقيه؟ طيب يعرف انه كيف فشلت الثورات هذه رجعت الناس اللي ثاروا عليها. بغيفمون ناجي جلول ونختم مع تصريحاته. مؤسس حزب الائتلاف الوطني التونسي يقول انه الاحزاب السياسيه في الساحه التونسيه اليوم نوعين، اما طلع البدر علينا وهون يحيل على حركة النهضة، أو الله 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 وحد الله ما نعرفش حتى نقول الشعر، الله وحد الله وحد بن علي ما جابوا حد، هون يحيلنا على عبير موسي والدستور حر. يهمك ولا ما يهمكش؟ لا يهمني. وفي زعفيس علاش يهمك؟ هو شكيب حاجة فيها عبير وما تحبهاش تهمه، وفيها طلع البدر علينا. اسمع آخر حلقة نعمل لك واتر. يهمني بجهات الكل. يلا يلا بس مين تقلبها تهمني الموضوع هذا؟ في أقل من 10 ثواني. ناجي جلول وقت اللي خرج من وزارة التربية حاتم بن سالم قال راني لقيت ما نعرفش قداش من فو بروفيل مخليهم سي ناجي جلول نوع من ذباب ناجي جلول. الحزب اللي عمله سي ناجي جلول انا تقديري في حكم الفو بروفيل. مجدولين يهمني شوف هما الاحزاب برشا وعلى كل لون يا كريمه، وانا اللي يهمني اليوم على الاقل هالكثره هذه باش نفعت التونسي. عملوا لنا عركه نتاع برامج وعركه نتاع انجازات وعركه نتاع سياسات. اما احنا في الكثره قلت البركه. زوز انواع هذوما، زوز انواع هذوما كلهم موجودين في ال 200 حزب.
واضح واضح واضح. هذه أنا قلت لك التونسي يقول لك كلمة بركة كثرة وقلت البركة احنا شنو اللي عملونا الله أعلم. على العموم نمر وما زلنا مواصلين معكم في السيت نوف وش نرجعكم في ساعتنا الثانية بأخبار أخرى وخليهم بلاصتهم خليهم بلاصتهم الكابتن وخمس إيماني. يلا نوصلوا لسبعة وتسعة وخمسين دقيقة علي فمحلى غديو قيت فلاش انفو، لكن قبل ذلك متي ومع ألفة.